نتحدث عن أحد أهم أساطير الكاراتيه في مصر والعالم، وهو من عظماء الكاراتيه الذين ساهموا في نشر في مصر والوطن العربي. مارس أكثر من رياضة كالفروسية والرماية والمصارعة الروماني، وتميز في جميعهم وكان بطلا إلى أن سافر مدربه، فبدأ بالبحث عن رياضة أخرى والتحق برياضة كمال الأجسام بنادي الشبان المسلمين. وداخل النادي قرأ إعلان عن تكوين أول مجموعة كاراتيه بالإسماعيلية، فسجل اسمه، وكان التدريب يومي الخميس والجمعة، وبعد أشهر كان أول اختبار ولكنه تخلف عنه بسبب الامتحانات، كما تخلف عن الاختبار الثاني وسبقه جميع زملائه على الرغم أنه كان الأفضل على الإطلاق، ولكنه رشح للاشتراك في الدورة الأولى للمدربين بالقاهرة، وحينئذ كان يتدرب مع مدرب ياباني اسمه هياشي، ونجح بتفوق وحصل على الحزام الأخضر، وكان واحدا من 5 على مستوى الجمهورية الذين حصلوا على الحزام الأخضر من أول اختبار، وفي نفس العام حصل على الحزام الأزرق ثم البني، وحصل على المركز الأول كاتا وكوموتي على مستوى المنطقة، وبعد ذلك حصل على الحزام الأسود وتوالت إنجازاته وحصوله على البطولات والدورات التدريبية على مستوى الجمهورية. التحق بالمنتخب الوطني عام 1980 حتى عام 1989، كان مدرب عام منطقة الإسماعيلية ونادي هيئة قناة السويس والأمن المركزي والجيش الثاني الميداني، وعمل مساعدا لكبير خبراء الشرق الأوسط وإفريقيا لمدة 18 عاما، وكان مساعدا ومترجما لكل الخبراء اليابانيين والأوروبيين في جميع الدورات والاختبارات، وسافر إلى الأردن والعراق وغانا وأوغندا، وكان يدرب الكاراتيه في السفارات الأمريكية بهذه البلاد إلى جانب تدريب منتخب غانا، وكان أيضا عضوا بارزا في لجنة المدربين بالاتحاد المصري للكاراتيه وعضوا بالاتحاد الياباني للكاراتيه، ومسجل مدرب درجة ألف ومختبر درجة باء وحكم درجة جيم. معنا ومعكم ضيف شرف اليوم الختامي لدورة مدربين الدقهلية شيهان صلاح الغزالي. لهذه البطولة بدأنا استعدادات في شهر مارس، بعتنا الجوابات الخاصة بالموافقات وزارة الشباب والرياضة، أجهزة الأمن، جوابات بتاعت الدول اللي هتشترك والفاكسات اللي عملناها، جهزنا صالات التدريب، برامج التدريب اللي هتتعمل، أجهزة طبية، اتصلنا بموافقات اتحاد الكاراتيه وزارة الشباب والرياضة، والحمد لله. وطبعا كل ده بالتعاون مع المركز الثقافي الياباني ومؤسسة اليابان للتعاون في مصر والاتحاد الياباني للكاراتيه، والموافقات جات لنا والحمد لله كل حاجة ماشية حسب الخطة اللي معمولة، وبمجهود مجلس إدارة النادي واللي هو محمد صالح مدير الدورة. استعدوا ازاي فنيا فريق استعدوا؟ احنا فنيا جهزنا مدربينا الاول، احنا عندنا 10 مدربين، المدير الفني بتاعنا مستر اوكاموتو وركز تماما على ان يرفع مستوى الفني. الحاجه الثانيه اللعيبه بتاعه النادي عندنا من جميع الاعمار، ابتدينا نعمل تدريبات مكثفه ليهم واشتركوا في القاهره، والحمد لله انا مركز كويسه قوي السنه دي، احسن من السنه اللي فاتت بكتير، واحنا ناويين نرجع الكاراتيه في نادي الزهور ومركز الرياضه اليابانيه في النادي زي ما كان موجود من 10 سنين. هو كان مستوى نزل شويه، لكن الحمد لله بعد رجوع مستر اوكاموتو يبقى مسؤول عن مركز الرياضه اليابانيه وهو المدير الفني للكاراتيه في النادي والمدير التنفيذي لمركز الرياضه اليابانيه، والتعاون رجعه تاني مع الجانب الياباني، فالحمد لله كل حاجه ماشيه كويس قوي. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا واهلا بيكم في نادي الزهور. شكرا. شكرا. كابتن فاضل راضي اقدم مدرب كاراتيه عربي، وهو المدير الفني للاتحاد السوري للكاراتيه، ومواظب على الاشتراك في جميع الدورات اللي عملها نادي الزهور ومركز الرياضات اليابانية، ونرحب بيهم في مصر. اهلا وسهلا بيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم كافة زملاء المدربين نشكر كافة الحضور وراعي هذا الحفل
كما ونشكر إدارة نادي الزهور على استضافتها لكافة الدورات التدريبية والتحكيمية التي تقوم بها وشكرا. With the name of all the participants of the first international karate course Zuhur Club, we'd like to thank Mr. Okamoto and the board of directors of the Zuhur Club, our Japanese partner, for giving us the opportunity to have this great summer course in Zuhur. Thank you all. الحركة دي ما بتجيبش ايدك من ورا، ايديك من مكانها من هنا بتروح لك على طول لقدام. الحاجة التانية ايديا من هنا 45 مش للقلب. في اطار الاستفادة من اهم التعديلات والحركات الجديدة والمتطورة لمدربي وحكام ولاعبي الكاراتيه المشاركين في الدورة الدولية الأولى بنادي الحروب، يقوم بأداء الحركات والإشراف على التدريبات الخبراء اليابانيين بقيادة الخبير ويكي. حول الجديد في هذه الدورة نقدم هذا التقرير مع مستر ويكي وفي الترجمة كابتن صلاح الغزالي. كابتن صلاح، عايزين نتعرف من مستر ويكي ايه اللي تم الجديد في هذه الدورة وما قدمه للمدربين والحكام. What is the order and new stuff that has been taught in this course and what is the new stuff that has been taught to the instructors and referees? But they are not correct movement, not original our spirit. They were spirit. Then I came, I am Japan Karate Association executive director. I want correct this, not this point, and changing rules to other side to correct original, traditional karate in Japan. مستر ويكي بيقول ان هو في الاتحاد الياباني للكاراتيه، الاتحاد الياباني للكاراتيه انشئ سنه 1957. من بدايه الاتحاد الياباني للكاراتيه لغايه دلوقتي هم كانوا بيدرسوا طرق اساليب الدفاع والهجوم عن اللي هي متبعه في مباريات الكاراتيه. هو بصفه المدير التنفيذي هو خبير فني للاتحاد الياباني للكاراتيه بيزور الدوره دي عشان يصلح كل المفاهيم الخاطئه اللي اتعملت واللي تم التدريب عليها خلال السنين اللي فاتت خصوصا في الفتره الاخرانيه. بيدي احدث وسائل للتدريب وتحكيم والاساليب الجديده والتعديلات اللي طرقت على قوانين التحكيم الدوليه، وبيحاول يرجع الوضوع وتقاليد الكاراتيه تاني زي ما بدات في الاول. Thank you very much, everybody. Finally, now we close training session. I very much appreciate our JK, Japan Karate Association. Our purpose of karate is toroda, not wuko. This is not karate. This is, I'm sorry. Because my tongue is very bad, but I'm honest. Master Wick, don't say this. He wants the translation. ويكي سينسي بيشكركم على الفترة اللي قضى فيها التمرين، وبيشكركم انكم اتمرنتوا جامد في الفترة دي. وبيقول ان الاتحاد الياباني للكاراتيه هدفه الاول ان يرجع روح الكاراتيه تاني، لان هو شايف ان الناس بتتمرن بتأدي لكن مفيش روح. نفسه يبقى فيه روح للكاراتيه، نفسه الكاراتيه يرجع. الكاراتيه زي ما احنا عارفين، افتكر كابتن منصور قال لكم الحكاية دي، ما جم يعملوا الكاراتيه تاخد من الساموراي والجودو وتعامل، فهو عايز يرجع روح الساموراي للكاراتيه تاني. عايز الاوضاع بتاعتك تبقى صح، وقفاتك صح، مهتم بكل حاجه. الوقفه ما تبقاش صح وما عندكش توازن، لازم يبقى الوقفه والتوازن مع بعض. طيب
كده.